السلام عليكم زوار موقع القصبة ويب. اليوم نقدم لكم درس جديد من دروس موقع القصبة ويب، ونكمل معكم استراتيجية القصبة ويب للربح من الانترنت. وسنشرح لكم في هذا الدرس كيفية إضافة الموقع الخاص بك إلى جوجل أناليتيك، يعني موقع جوجل الخاص بالتحليل الخاص بالموقع الخاص بك. أول شيء تقوم به هو الدخول إلى المدونة الخاصة بك لفتحها في صفحة جديدة والاحتفاظ بها، والتوجه مباشرة إلى موقع جوجل وكتابة جوجل أناليتيك، يعني كما تشاهدون معي هنا أناليتيك، ثم تقوم بالنقر هنا على جوجل أناليتيك، وبعدها تنتظر قليلا، يعني ستأتيك هذه الرسالة: تحليلات بيانات الإنترنت على مستوى المؤسسات، يتم تقديمها على نظام أساسي بطراز عالمي من جوجل. يعني ستقوم بالنقر هنا على إنشاء حساب، وبعدها مباشرة تقوم بكتابة البريد الخاص، يعني كلمة المرور الخاصة بالبريد الخاص بك، وتنتظر فتح صفحة جوجل أناليتيك. يعني ستفتح لك الصفحة على هذا الشكل. يعني ابدأ في تحليل زيارات موقعك في 3 خطوات: الاشتراك في جوجل أناليتيك، إضافة شفرة التتبع، مزيد من المعلومات عن جمهورك. ابدأ باستخدام جوجل أناليتيك. سنقوم بالنقر على هذا الزر اشتراك، وبعد النقر على زر اشتراك ستأتيني هذه الرسالة: حساب جديد، ماذا تريد أن تتبع؟ يعني هل تطبيق جوال أم موقع ويب؟ سنختار موقع ويب، وهنا اسم الحساب المطلوب. الحساب هو يعني اسم حساب جديد، يعني الاسم الخاص بنا، يعني اسلام فور اب. اسم الموقع، يعني الموقع الخاص بنا، سنقوم بأخذ رابط الموقع الخاص بنا ووضعه هنا، يعني عفوا اسم الموقع المسلسلات الإسلامية، وهنا رابط الموقع، نقوم بحذف هذا الخيار، يعني رابط الموقع الخاص بنا نقوم بإضافته هنا. وبعدها فئة الصناعة، حدد أحد الخيارات التالية، يعني سنختار الفئة الخاصة بالموقع الخاص بنا، سنختار غير ذلك. إذا لم تجد القسم الخاص بك في المدونة في عفوا الموقع، اختار غير ذلك. يعني المنطقة الزمنية لإعداد التقرير، سنختار المنطقة الزمنية لإعداد التقرير، سنختار المنطقة الخاصة بنا المغرب، سأقوم هنا بالبحث عن المغرب، وهنا سأقوم بالهبوط إلى الحصول على معرف التتبع، أقوم بالنقر عليه، ثم أقوم بالهبوط قليلا، والموافقة على الشروط واتفاقية ورود خدمة جوجل أناليتيك، أضغط على موافق، تم بنجاح. وهذا هو الرقم التعريفي للتتبع، هذا رقم خاص ب جوجل أناليتيك وخاص ب الصفحة الخاصة بي، يعني هذا الرقم سنقوم بالاحتفاظ به، وسأشرح لكم في الدرس القادم شرح كيفية إضافة هذا الرقم إلى المدونة الخاصة بنا في بلوك سبوت، يعني سنحتفظ بهذا الرقم. يعني كما تشاهدون معي تم إنشاء الرابط بشكل صحيح، وهذه هي الشفرة الخاصة بالموقع الخاص بنا، سنقوم بأخذها من هنا، عملها كوبي، والتوجه إلى المدونة الخاصة بنا والضغط على التخطيط، ثم بعدها مباشرة سنقوم بالضغط على إضافة أداة، ثم أضغط على HTML جافا سكريبت، ثم أقوم بإضافتها هنا وأعمل لها حفظ. يعني كما تشاهد هذه الأداة التي قمت بإضافتها، سأقوم بإبعادها من هنا وذلك بالنقر عليها والسحب إلى أسفل هذا الخيار، إلى أسفل الرسائل المدونة الإلكترونية، وبعد مباشرة أقوم بالضغط على حفظ الترتيب، ثم أقوم بالرجوع إلى المدونة الخاصة بي والضغط على الصفحة الرئيسية لأرى هل تم عرض شيء في الموقع أم لم يتم عرض أي شيء. أقوم بالهبوط إلى أسفل، يعني كما تشاهدون معي لم يتم عرض أي شيء في الأسفل، فقط رقم واحد، يعني كما تشاهدون. سأقوم بالرجوع إلى جوجل أناليتيك، وبعدها مباشرة أقوم بالضغط على جوجل أناليتيك على هذا الرمز، ثم أضغط على حفظ التفضيلات، يعني كما تشاهدون معي جميع بيانات موقع الويب، أقوم بالنقر هنا، وهنا يتم إعطاء التقارير الخاصة بالموقع الخاص بي، يعني الزوار، البلد، يعني كل شيء، يعني
يعني معلومات خاصة عن الزائر، يعني من أي منطقة أتاك هذا الزائر، كم الوقت الذي استغرقه الزائر عندك في الموقع، يعني جميع هذه المعلومات ستجدها هنا. يعني كما تشاهد أقوم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية، يعني كما تشاهدون معي المسلسلات الإسلامية هنا عند الضغط على المسلسلات الإسلامية يتم عرض الموقع بشكل عادي، أو عند الضغط على جميع بيانات مواقع الويب يعني يعرض لي جميع المواقع التي قمت بإضافتها. وهنا يمكنني أن أضيف أكثر من حساب، يعني كما تشاهدون معي هذا حساب خاص بالمسلسلات الإسلامية، يمكن كذلك إضافة حساب آخر هنا وأكثر من حساب. وبعد أن أقوم بإضافة هذه الخيارات سنقوم بالرجوع إلى إعداد التقارير لنرى ماذا يوجد في إعداد التقارير. يعني لا نقوم بتغيير أي شيء، تخصيص ذلك لا نقوم بأي شيء. المسؤول هنا يتم اختيار الأدوات التي تريد عرضها، يعني لا نضعها على الافتراضي. وإلى هنا يعني كما تشاهدون معي انتهى درسنا، درس إضافة موقعك إلى تحليلات جوجل أناليتيك الخاصة بمعرفة عدد الزوار، عدد زوار موقعك الخاص ومعلومات خاصة عن الزوار. وإلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبكم الدرس المرجو الضغط على زر سبسكرايب الموجود هنا بالأسفل، وبعد الضغط على زر سبسكرايب، يعني بعد أن تقوم بالضغط على زر سبسكرايب الموجود في هذه الخانة، المرجو الضغط كذلك على زر لايك وزيارة صفحتنا على الفيسبوك، يعني هنا كما تشاهد معي زيارة صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/قصبة ويب، وعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك يعني كما تشاهد معي هنا، والضغط على أعجبني، والضغط هنا على أحصل على الإشعارات يعني للتوصل بجديد الموقع. وكذلك لا تنسى الانضمام إلى موقعنا الجديد وهو softforapp.com، وكذلك عمل له جيم، والضغط هنا على أحصل الإشعارات للتوصل بجديد البرامج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.